النتيج الجهوي ديال الجهة يعني بي بي جي دو بي ولا الوقت الانترنو الوقت من 2014 8 9 مليار دابا 15 مليار هذا مهم هذا الرقم هذا نعرفو كاين كاين تحسين الدخل الفردي كل شخص مهم هذا دابا زدنا من 65000 دابا 86000 دخل فردي مهمة هو النمو الناتج الجهوي الخاص الناتج الجهوي لازم نقارنوه مع الناتج الوطني كنا في 3% 3% او 6% الناتج الاسمنت لاحظتوا معدل ديال 2015 21% يعني هذا النمو يمكن ما دارش غير طايوان ولا شي كوريا ولا شي حاجه كيف هذا النمو ديال 21% ولكن دائما تكون النمو ديال 21% لما دار من بعد تيكون شويه هاك لان 21% كثيره بزاف وشوفوا حتى 2017 هي 10% ديال النمو مهمه بزاف والملاحظه هو 2020 للمغرب كله تضرر الا وشوفوا هذاك ناقص 6% يعني كانت اون ريسيسيون كان تاخر النمو ديال الصعيد الوطني وحنا بقينا ركود 0% وهذه مهمه هو انا راه بانت ان احنا لانه كان لانه الجهه ما تضررش ما كانش تضرر من هذا المشكل ديال الجائحه والنمو من بعد ديال 2020 حتى هو خاصكم تفهموا على 7% راه ماشي بحال هذوك مشاو يعني اللي كان عنده ناقص 6 راه اللي دارها غادي توصل 7% يمكن ما يدير والو يدير 7% حنا راه صفر طلعنا 6% هادو المهم هذا هو النسبة على السنة اللي قبل إذا تكون ناقص 6 راه غادي تطلعك واخا ما دير والو طلع لا أنا بس وأنا بغيت هاد الأرقام هادو نقولهم لكم والدارجة المغربية باش كلشي يفهم باش يسمو لأنه مهم بزاف هذا باش نكونوا مفتخرين لأن حنا ماشي وكان البطالة البطالة مهمة في الاقتصاد راه هو البطالة تكون كلشي كلشي تيشتغل راه كلشي كاين الاستهلاك وكاين هذيك الأجرة ها هي الاقتصاد في حنا عندنا النسبة ديال البطالة 6.5% 6.5% العالمي 6.5% راه هابطة بزاف راه مزيانة بزاف يعني في الأعراف ديال المنظمة الدولية للشغل 5% تيحسبوها بحال يعني كلشي خدام تكون 5% ديال الشغل ديال البطالة يعني بلان أمبلوا تحسب بلان أمبلوا ولا بالعربية بلان أمبلوا عام عين تشغيل تام تشغيل تام لأنه أنت تكون 5% يعني أنت تحط الطلب ديالك باش تخدم يومين من بعد تيجوا وكيف ديك اليومين راه حاسبين في ديك 5% باش تعرفوا علاش 5% علاش يعني أنت تكون 6% يعني هضر الأجال ديال باش الإنسان يتشغل 15 يوم 10 أيام عندي واحد الرقم حتى هو مهم بزاف وهذا ديال اسمو ولكن هذه النقطة بغيت نعرف يكون عندنا أكثر من تفسيرات ديال المشاريع اللي حصلت على البناء 22% 22.1% بغيت نعرف على الصعيد الوطني اشنو هو المعدل ديال زوتر السيري شحال هما المعدل ديال هذا الرقم هذا لأنه هذا رقم مهم اللي نواجهوا به الناس الأخرين لانه ماشي الملفات اللي تحطوا في السيري حاجه ولكن باش اللي غادي يشرع في العمل ويخدم حاجه اخرى الصوره 22% انا ديال 22% قليلة خاصها نكون 65 70% تقريبا ولكن هادشي علاش بغينا نعرفوا شنو هي النسبة على الصعيد الوطني وكان رقم اخر اللي مهم حتى هو عدد المستثمرين
لا قدر نقارنهم المحليين مع اللي جايين من الجارف. شوفنا 61%. 61% أطفال وولاد الجيل. 61% ديال المستثمرين ولاد الجيل. هذه مهمة بزاف. واخا أنا عندي واحد الفكرة على الاستثمار الخارجي المباشر. ولكن هذا تتبين لنا بأنه بعد تتبين لنا كاين نشاط. لأنه الناس ديال الولاد خدامين. كاين نشاط كثير. ولكن في هذه الحالة هذه ما هي رقم مزيان. ولكن إلا كان عندي الرقم ديال لي زانفستيسمون ديالك إترونجي. يعني اسمو استثمار خارجي اجنبي استثمار مباشر جاي ديال الخارج ديال الاجانب هذيك راه مهمه بزاف لانه باش تجي الاجنبي يجيب فلوس ويجي عندك يعني طاق فيك وهذه في الاقتصاد الاقتصاد راه كله تيقرا واش نتا تقرا ولا ما تقراش هادشي باش الانسان يجيب فلوس ويحطو عندك حطو عندك هذاك راه هو المهم عندنا هذاك اللي تبين لنا بانه كاين الثقة في الاستثمار الثقة في الأمن باش يجي الإنسان يجي يحط عنده فلوسه يعني راه مأمن هذه مهمة بزاف وهذا تفضل هذا كله هنا كيرجع على الساكنة أولا والمنتخبين خاصة لأنه الحق ما كاين تفاهم وكاين مشاركة وتنظر هذا التقرير وهذا الارقام هذو غادي يزيدونا تشجيع اكثر يشجعونا اكثر على العمل يشجعونا اكثر على خاصة تشجيع الاجانب باش يجي نعاود نقول السيد الرئيس دابا رجع من الولايات المتحدة وهما جايين عندنا اسبان كانوا عندنا البحر ديال بنما هذو هاد البلدان كلها بعيدة ماشي بحال البلدان اللي قريبة يعني بحال اسبانيا راه يقدروا يجيو فرنسا وين يقدروا يجيو لانهم عندنا معاهم علاقة نبغي ولا ما نبغي دونك هاد الناس راه خصنا نشجعوهم باش يجيو نقول لك انا واحد القضيه راه مادا بيا انا يكون يقول لك انا انفستيسمون ديريكت اترونجي يعني هذا استثمار خارجي مباشر تكون عندنا هي ديك 61 والاخرى تقل هذاك الوقت نقول لك حنا الناس جاو عندنا وطاقوا فينا وعطاونا فلوس مهمه بزاف شكرا سيدي المدرب غادي نجي في هذه المناقشه ولكن من بعد كاين شي نقاش اخر كاين عندنا هنا جوج واش لك توجدتوا شي حاجه تقولوا لنا كان مدير الوكاله ديال التعليم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي محمد هموم مدير الوكاله الحضريه للدخله والذهب اللقاء اليوم اللي كان على مستوى ولايه جهه الدخله والذهب هو لقاء تواصلي تشاوري مع المنظومه المحليه مع رؤساء المصانع الخارجيه مع المهتمين والهدف هو يعني استعراض المجهودات التي تم تبذلها في مجال يعني الاستثمار وفي نفس الوقت الوقوف على الاشكالات اللي مطروحه وشنو ما تم انجازه وكذلك من اجل يعني الاستفاده ويعني الحصر والاتفاق ويعني التباحث حول التدابير اللي ممكن اتخاذها من اجل ان شاء الله ان الوتيره ديال الاستثمار تزيد تطلع وان يعني الاشياء اللي كنقدموها ولا الاختيارات اللي كنقدموها للمستثمر تكون متنوعه وتكون يعني جانب من جوانب ديال التحفيز ديال الاستثمار في الجهه. كاين كل يجب الضحى في طلب من السيد الولي كذلك وكان هذا واحد الاقتراح وبالتالي كذلك الى تم يعني الى تم في الحقيقه التحقيق ديال هذا الكورنيش غادي يعطي واحد القيمه مضافه كبيره جدا بالنسبه للداخله. وغيكون واحد المتنفس للساكنه ديال الداخله وغيعطي حتى واحد يعني غيواكب حتى ذاك الديناميه اللي كاينه في المنطقه العامه. لاحظوا في الجد ان واحد الاجتماع السيد الولي مع السيد كفيل العام فيما يخص قضيه الاحياء الماليه وحكينا انه كاين مجموعه من الافكتاسيون ديال هذه المسائل وعلى المستوى ديال السيت اوسور. وهذا هي اللي خرجت غنطلب من السيد المدير ديال الاملاك يعطينا توضيح لهذا الشيء واش كاين حقيقه اثمنه ماشي مقدر بين مشروع ومشروع او بين ارض وارض انا ما تنظنش تنظن بانه بالعكس اللجنه من تجتمع تشوف الثمن اللي قبل اللي حداها او اللي قريب لها او والاثمنه اذا كانت الارض على البحر ماشي على البحر ماشي واخا تكون حداها ماشي بحال الاثمنه ولكن لا خصنا شي
شي اسمه توضيع على هذا الشيء، يمكن حتى لو ما درناش دابا يكون من بعد غير هذه السيد المدير خذها بعين الاعتبار بانه راه كاين تساؤل على هذا الشيء. كاين المشاريع اللي ما كملتش، نقول لكم دابا المشاريع اللي ما كملتش والذي بدات وبقات واقفه، رحنا غادي نبداو في سحب الرخص وسحب لا هذا الشيء ما غاديش يبقى هكذاك. العدد ديال الاوراق تيدير جوج بوطولات ويمشي ويخليه، ولا عدد ديال الاراضي اللي اعطيناهم وما الناس ما داروش فيهم المشاريع ديالهم الاقتصاديه. حنا غادي نطلبوا من هذيك اللجنه ديال 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 تقييم المشاريع، يعني باش تجتمع كل اسبوع كل اسبوع. ما دار السيد المدير ديال الاملاك اسبوعيا اللي ما دارش المشروع ديالو خاصو تسحب منه. هذا حنا ما جيناش هنا باش نديروا المضاربه ولا نبيعوا شي في الاراضي. اللي يبيع 20 مرحبا به، يبيع 20 كي يبيع 20 واحد يمشى هذاك اللي شرى وما دارش المشروع ديالو حنا غنديروا له الارض براسو مع اللي بعده. حنا ما غاديش نحرج، المشكل عندنا هو العقار واش تمن او ماشي تمن، هو هذا المشكل ديالك. هذاك الشيء ديال التمركز ديال لاضا وهذا الشيء راه بصح راه ما كاين لا تمركز ولا شي حاجه، هذاك الشيء غير كلام فارغ. راه اللي درناها هنا كلها تنجي من الوقت لا ضد تحكم في الفلاحة والوربانيزم تحكم في البلون داميناجمون ديال الداخلة، خصني نتسنى يجيني من الرباط. غير هذه تبين لكم بأنه راه ما كاين لا تمركز ولا لا جهوي. قولوا احنا ما عندناش غادي نقول الهضرة لا تمركز لا تمركز. واش باش دير بير خاصك اوتوريزاسيون من الرباط وتقول كاين لا تمركز ولا ما كاين لا تمركز. وهذا جاي حتى من هذه الملاحظه اللي داروا مع العدد ديال اسمو ديال المديريات المديريات الجهويه. لو انا اللي تنقول نبداو بعد المديريات الجهويه، ما حد هنا يكون غير اجونس كما قالوا المرحله ديال مديريه في اكادير ولا في العيون، راه حنا ما كاين لا تمركز ولا لا. هذا الشيء زعما ما فيهاش، هذا راه كاين القطاع البنكي. خرجوا شوف الناس واش كاين المساهمه ديال القطاع البنكي واش عادي على جميع الجهات ديال المغرب، ولا هنا خاصه يمكن ناقص واحد شويه او زيد الله اعلم. كرهنا شي دراسه في هذا الشيء نشوفوا يعني الامبليكاسيون دي البنك دون الاسماء. راكم شفتوا الملاحظات كلها ما كاين فيها كلها مزيانه، إذا ما خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، كما قلنا ماشي نجيو نتكلموا ونمشيو ونخرجوا، ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، راه مهم للجميع لينا ولكم والمصالح والجميع كل شيء مزيان. واخا كاين الملاحظه المهمه ديال السكن، راه كاين واحد الضغط كبير عندنا، كثير بزاف، يعني راه العدد ديال الناس موجود ساكن ولا الناس اللي ساكنين راهم ما ساكنينش مزيان. خاصنا نشوفوا هذه كيفاش نشجعوها، هنا فين تيكون لا تمركز ولا هذا. واش حنا عندنا واش لا ديسيزيون يعني واش اسمو ناخذوها هنا ولا نخليو شي حد غادي يبيع علينا من جهه اخرى يقول لك لا ديروا السكن او ما ديروا السكن ولا ديروا متر ديال السكن ولا ديروا 20 متر. هذه دخلت ايضا النطاق ديال الاوربانيزم وديال هذا وديال هذا. واش هما عارفين حنا واش محتاجين ولا محتاجينش؟ انا مثقا نقول لواحد في الرباط راه حنا عندنا ازمه ديال السكن في الدخله ما يتاخش ما غاديش يتاخ، ويا راه ساهل خاصو غير يخمم خاصو غير يخمم ويبان. علاش؟ لان كاين غير الدخله ما كاين حتى مدينه اخرى. ما تقدر تدفع اما تسكن وتخدم في الدخله ولا سير ولا سير في حالتك. كاين زعما البلاد راه 40 كيلومتر ولا 20 كيلومتر كاين واحد المدينه، 25 كيلومتر كاين لابلاج، 26 والو هنا وصافي.